بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لقاؤنا مع أحد الإخوة المواطنين من مدينة المنصورة الذين يحاولوا بل يجتهدوا في أن يخدموا البيئة المحيطة من خلال قيامه بإعداد كل متطلبات الخاصة بمكونات الفينو وما شابه بمنتجات الخبز في هذا المكان وفي أحد الأماكن بمدينة المنصورة. التقينا به ليعرض قضيته التي هي محل اهتمام كثير من الجماهير الآن بعد أن حاول البعض أن يشوشه ويشوه حقيقة ما حاول القيام به من خلال استيراد ماكينات لتصنيع أو أفران لتصنيع الخبز. معنا الأستاذ عمرو، مجدي حسين. أستاذ مجدي حسين، اتفضل استاذ مجدي بعرض موضوعك باختصار شديد. انا مجدي حسين عبد الحميد شرف من المنصوره، صاحب مخبز وصناعه صاحب مخبز وصناعه مخبوزات افرنجيه. بدات في الاستيراد، غيرت جواز سفري، عملت صاحب مخبز واستيراد وتصدير، وقمت باستيراد 6 افران من ايطاليا ماركه بولين، ولكني فوجئت في ميناء الاسكندريه بانهم قاموا بالتحفظ عليها لاني مقدم اوراق مزوره، مع ان محضر فض الاختام في ميناء الاسكندريه يقول ان الاوراق سليمه والبضاعه سليمه، ولم يحقق معايا نهائي لا في النيابه ولا في الاموال العامه بتهم التزوير، بل قاموا باخذ الصوف الحراري الخاص بالافران المستعمله المتهالكه اللي لازم يكون معاها صوف حراري من مشتملات الافران، ومكتوب كده في البيان الجمركي انها من مشتملات الافران، وقاموا بالتحفظ على باقي الرساله كلها بحجه ان هذه العزل الحراري مواد او نفايات خطر او نفايات سم. قبل ما يتم امر النيابه بضبطي واحضاري كان الموضوع منشور في الجرايد، جرايد معارضه، اخبار اليوم والجمهوريه في تاريخ يوم 21/10، واستمر بعدها النشر دائما في جرائد المعارضه وجرائد الحكومه. ومع ذلك ذهبت وتم ضبط واحضار وخرجت بكفاله 2000 جنيه، وكان المصيبه ان في اذن من النيابه بتاريخ 21/10 بانهم ياخدوا الجزء المخالف ده بمعرفه مصلحه الجمارك ويدوني بقيه الحاويه بتاعتي ورفضوا تماما. طلع قرار تاني من النيابه بتاريخ 1/11 بالافراج عن باقي مشمول الرساله الغير مخالف ولم يتم التنفيذ، قالوا لي اشتري حاويه، مفيش جهه في مين اسكندريه قبلت تقبل الحاويه على ذمتها. قلت رحت المستودعات ان انا ادفع ارضيات واخزنها، رفضت المستودعات. رحت المخازن المهمل والبيوع، رفضوا تماما. طب اتنازل، طب اعدمهم، طب اعيد تصديرهم، رفض. وكيل النيابه رفض رفض تام ان انا اعمل اي حاجه من دي. قال لي بعد القضيه، وانا اقعد استنى لغايه يوم القضيه ادفع $80 يوميا لشركة الملاحة الإيطالية، ما بدفعهمش لمصر، ده غير الحراسات. إحنا أنا يعني الرسالة بـ4900 دولار، أنا عليا غرامات دلوقتي حوالي $10,000. أدفع لمين؟ أجيبهم منين؟ وأنا لسه في بداية حياتي. في بداية، والقضية يوم 22/3 وأخشى أن تؤجل، وإلا هتكون كارثة عليا. والبضاعة الصوف الحراري العزل الحراري دي من مكونات الأفران، ومكتوب كده في البيان الجمركي وفي الشهاده الجمركيه ان وتقرير المعمل الكيميائي وتقرير المعمل الكيميائي لم يستدل على ماده الاسبستوس به التي يحكم عليها القانون. نعم. المعمل قال بالنص، المعمل قال بالنص ان ان هذه مواد عزل تحتوي على ماده اكسيد وبوتاسيوم ولم يستدل على ماده الاسبستوس الممنوع استيرادها. هذا هو تقرير المعمل كما هو واضح تفصيله، العينة المقدمة من الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية حرز رقم 740 في القضية رقم 2702/2010 إداري، أثبتت اختبارات التعرف عليها أنها من صنف العوازل الحرارية تتكون من السيليكون، من السيليكا مع أكسيد الحديد والألمنيوم وأكسيد الكالسيوم والمغنيسيوم، ولم يستدل على وجود مادة الاسبستوس. وبعدين التقرير كما هو محرر، ثم هذه النتيجة لا تمثل إلا العينة المقدمة والمسحوبة بمعرفة شرطة ميناء اسكندرية وللبنود التي يتم اختبارها فقط، ثم الختم
هذا هو التقرير كما هو موضح وكما أخبرنا الأستاذ كان مجدي. المفروض بعد ما التقرير ده يروح النيابة يحفظ القضية ويديني الضغط كله نعم. بما فيها العزل الحراري، ما حصلش الكلام ده وتحولت نعم. قضية جنايات بحجة إن أنا طلعت الكفيلة 2000 جنيه. نعم. طلباتك الآن أو ماذا تريد الآن؟ أخرج بضاعتي، أنا واثق من البراءة، واثق نعم. إن ربنا هيجيب لي براءة، نعم. بس خرجوا لي بضاعتي، نعم. الغرامة دي ما أدفعهاش، $80 يوميا ده ظلم، نعم. أدفعها لمين؟ وبدفع لشركة الملاحة الإيطالية لحساب مين؟ نعم. لحساب مين أدفع لشركة الملاحة؟ كل ده عشان ما عدتش أستورد، أنا ما عدتش أستورد، أنا خلاص ما عدتش أستورد، كرهت الاستيراد ده، بس خرجوا لي بضاعتي، ده ظلم ده، نعم. ظلم. هذه رسالة مواطن مصري أراد أن يخدم بلده وأراد أن يخدم نفسه، أراد أن يتحرر من عوائق ويمارس آلية الاستيراد كما يفعل غير كثير بشكل شريف، ولكنه الآن محل مأزق كبير جدا. $80 يوميا أو أكثر إضافة إلى خدمة الأمن والحراسات لصالح من؟ هذه رسالة إلى جمرك الإسكندرية وإلى غيره من جمارك مصر، لماذا لا نحتوي أبنائنا ولماذا لا ندفع من يبحث عن الجهد والاجتهاد ونستخدم آليات التحقيق الرسمية، وإذا ثبت عدم المخالفة لماذا لا يستلم بضاعته ويمارس حياته بشكل طبيعي لصالح من؟ مثل هذه الأمور، هذه تساؤلات كثيرة جدا يجيب عنها المسؤول ويجيب عنها القضاء ويجيب عنها وزير التجارة إن كان وزير التجارة موجود ويمارس صلاحياته الآن ويستطيع أن يحسم هذا الأمر. هذه رسالة وزير المالية أيضا، هذه رسالة إلى الحكومة وإلى المسؤولين في هذا المشهد الذي تشهده مصر وإلى رئيس مصلحة جمرك الإسكندرية. هذه رسالة مواطن بسيط أراد أن يعيش وأراد أن يستخدم ما يستورده في خدمة مواطني بالمنصورة بمدينة المنصورة. شكرا جزيلا أستاذ مجدي، إن شاء الله تصل رسالتك واضحة، إن لم تصل للمسؤولين فتصل إلى كل من يشاهد هذا الملف حتى يستطيع من بيده القرار أن يحسم هذه المسألة، ليس لك فقط ولكن لباقي من يبحث عن الأمن والأمان إلى مصر، وهناك كسر ومصر الآن في حاجة إلى الأمن وفي حاجة إلى الأمان. نشكرك شكرا جزيلا.